السلام عليكم حبايبي، حياكم الله وياكم وسام جيمز، ومثل ما وعدتكم دائما اقول لكم بتواصل على كل الالعاب. تحياتي لكل حبايبي ومشكورين طبعا على دعمكم ولايكاتكم، وان شاء الله اشوفكم دائما بقطع حلوه، فيديوهات حلوه وبثوث حلوه. طبعا مقطعنا لهذا اليوم هو قناص النخبه، مثل ما تعرفون بكل شيء نظام كل اللعبه حيكون جديد، نظام اللعبه كلها راح يصير خرافي غير عن كانت قبل، يعني بها هواي اشياء اختلفت هنا بهاي اللعبه. تعرفون الشركات تطورت الاشياء الاحسن، هذا شيء حلو، احنا حنستمتع بهاي اللعبه ان شاء الله. راح تنزل هي يوم 26 بالشهر، ما باقي شيء بس 5 ايام. طبعا هنا شرح على اللعبه انه شنو تملك اللعبه وشنو بها الشغلات اللي بها حلوه هوايه، وراح تشوفون بالمقطع هسه. طبعا اول ما تعرفون انه هي بها اللعبه بها كواب، تقدر تلعب كامبين انت واصدقائك وما عندك اي مشكله. وطبعا الكواب راح يكون بالقصة، تقدر تلعبها انت واصدقائك، تقدر تلعب القصة وما عندك اي مشكلة بالقصة، وشنو يعني صديقك يجي وياك يلعب وياك ويساعدك وتلعب انت وياه وتتفاهم انت شلون تحلون القصة وشلون تسوون الاهداف الجانبية والاهداف الرئيسية باللعبة. طبعا مثل ما تشوف هنا بالفيديو ان القناص تقدر تسوي له هواية ابيليتي، وهنا الحلو الشيء الجاي هواية تقدر تسوي كاستمايزيشن للسلاح، يعني تسوي سلاحك كاتم، تسوي سلاحك عادي. والشيء الثاني حلو باللعبة انك مو الا تجي سايلنت، حتى لو تجي تقدر تحارب بالاسلحة بالرشاشات وتخلص المهمة بالأسلحة وبالرشاشات عادي، ما عندك أي مشكلة، وما راح تستخدم القناص أو راح تستخدم قناص كاتم أو غير كاتم. طبعا عندك المودات هنا الأونلاين زيدوها، عندك مودات الكومبات، إجا شيء جديد مود الكومبات هو طبعا ضد الكمبيوتر، بالإضافة إلى الكروس all platform، يعني بالأكس بوكس إلى بي سي إلى البلاي ستيشن وكل الأجهزة راح تقدرون تلعبون وياها. هذا الشيء حلو خرافي كلش راقي باللعبة إجا. طبعا تحياتي لكم حبايبي، وان شاء الله اشوفكم مقاطع حلوه وفيديوهات حلوه، واللي عنده سؤال استفسار خلي لي اياه بالفيديو وان شاء الله اجاوبه باسرع وقت. دير بالك على قصتك من تلعب هاي اللعبه. تحياتي لكم، مع السلامه.